مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم الخميس 30 شعبان 1441، نحن اليوم في احد مصانع الحبوبات والكنافه. تطور زياده ما شاء الله تبارك الله، ماريه للكنافه والرطب، يمون المطاعم، يمون جميع المحلات، مطاعم المستشفيات، البقالات كلها حبوبات والكنافه. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال؟ قد غبت واليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان كريم فتح يا علم ثلاث نيوم فيها أنا وسعادة. لا 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 عادة رمضان حلوة يا جدعان، شهر الإحسان كله عباد. لا 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 رمضان كريم فتح يا علم ثلاث نيوم فيها أنا وسعادة. لا 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 عادة رمضان نعم بجناح الرقاقة، هذا محل الرقاقة منفصل صار عن الخلطوط السنة هذه وسعته. ايوه مفصول عن محل الفنادق النهائية. الله يقويكم ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، هذا الرقاق ما شاء الله تبارك الله، هذا الرقاق ما شاء الله تبارك الله، هذا الرقاق